مشاهدي تلفزيون كاد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في برنامج أسرتنا. نتناول خلال هذه الحلقة في الفقرة الصحية غذاء النساء الهوامل، وفي فقرة المرأة والجمال كيفية استعمال الكريمات، وفي فقرة ما بين النساء زواج المسنين من الفتيات الصغيرات. ولمناقشة كل هذه المواضيع معي داخل الاستديو كل من الإعلامية خديجة درب آدم، أهلا وسهلا فيك يا سيدة خديجة، والمختص بالسلامة الصحية للأغذية السيد حبيب محمد أبرز، أهلا فيك السيد حبيب. أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة. شكرا لك. وهرة مهدي، أهلا فيك هرة. أهلا وسهلا. نبدأ مع ضيفة الحلقة وهي الإعلامية خديجة درب آدم. السيدة خديجة السلام عليكم مرة أخرى. عليكم السلام ورحمة. أول سؤال لنا، أنت كإعلامية ومن بس ما نقول من الأوائل لكن من القدامة. أيوة. من القدامة، الصحفيات القدامة بالتلفزيون الوطني، بدون تقارن لنا كيف كان الأمل قديما والآن؟ والله الأمل بدأنا في التلفزيون في التسعينات، ما عندنا إمكانية زيادة، أنا هنا شغالين بالمعدات الأنالوجيك، وحتى الصحفيين أنينا محدودين جدا وإمكانية ما عندنا زيادة، لكن النية حقت العمل قاعدة. الناس ده أي واحد حبة للمهنة دي وجا دخل وقت ده قالنا خدمه، أنكون عندنا سيارتين بس للريبورتاج، لكن العمل النسوي في اليوم ده يمكن زيادة، وأني هنا الصحفيين يمكن في القسم العربي ما نزيدوا عن العشر أنفار. كلكم؟ كلنا في القسم العربي. أيوة. ما نزيدوا عن العشر أنفار بالقسم العربي. أي بالقسم العربي وفي الفرنسي كذلك. أنتم بسيطين. بسيطين جدا، لكن عندنا حب العمل. العمل بقارن الأمل الآن. والله الأمل الآن ما نقدر نقول نقارن عشان هنا، لكن النية هسا عندهم إمكانيات زيادة، والشباب ديل كله يعني ما نقدر نقول هم ما بخدموا. الشباب ديل هم الناس شباب نشطاء دايرين يقدموا خدمة يعني. والعمل الصحفي ده لازم ليا التدريب المتواصل، ما خلص الصحفي يجيبوا من برا سوى التخصص وجاء ويوقفوا خلاص في تخصص، لا يعملوا له تدريب متواصل من فترة لفترة، متواصل عشان يكون عمله يكون نظيف. أيوة. السيدة خديجة، قارن لنا نسبة الإعلاميات والصحفيات في ذاك الوقت اللي أنت عملت فوقه والآن. في البداية حتى العمل الصحفي عنده مشكلة، عشان عندنا مشكلة بعض العادات بالنسبة للنساء، أي بيجي كعائق ما يخلي البنات يدخلوا في المجال الإعلامي. وكده داك ياتو يخصي بيتا تمشي الإعلام تقديم لحد الساعة 12 بالليل واحد وتقبل تجي، حتى المجتمع ذاتك هم بنقضوك وكده. لكن الحمد لله عندنا ثقة، أنا أولياء أمورنا عندنا ثقة، أنا أهلنا قدرنا واصلنا لحد ما وصلتوا الآن. وصلنا الآن. سامي شكرا لك خديجة. السيد حبيب محمد، كيف تقيم أمل المرأة الإعلامية؟ كيف تقييمك للأمل المرأة الإعلامية؟ هو والله المرأة الإعلامية في تشاد طبعا ما شاء الله عليها، يعني تبذل جهود كبيرة جدا في مجال الإعلام. والوضع الإعلامي خلينا نقول نكون صريحين، يعني صعب بالنسبة للمرأة، فإذا كان هو صعب بالنسبة للرجل فكيف يعني حالته بالنسبة للمرأة؟ طبعا المرأة بيكون عندها يعني التزامات أخرى في البيت والتزامات في العمل، فيعني عمل بيكون مضاعف عليها، الجهود تكون مضاعفة. فبالتالي يعني أنا شايف إنه المرأة التشادية وإن كانت دخلت في مجال الإعلام كسرة قريبا، إلا أنها يعني استطاعت أن تثبت نفسها بشكل كبير جدا. ويعني ملاحظ عندنا إعلاميات متميزات
جدا جدا، سواء كان في القطاع العام ولا كان في القطاع الخاص، وهذا يبشر بخير، وان المرأة ماشية في طريق يعني جيد جدا، ويعني طريق يعني يسهل على الإعلاميات الناشئات وعلى الراقبات في مجال الإعلام. والآن نشوف في يعني دفعات جديدة من يعني الإعلاميات بدأوا يدخلوا في الحقل الإعلامي، وبدأوا يبدعوا، وبدأوا يعني يشاركوا في بناء المجتمع من الناحية الإعلامية، وشيء جميل جدا يعني نشجع عليه بشكل كبير. سمي شكرا لك عبر. هرة هسا نشوفوا أبين كثيرين جيدين في الراديو بريفيدو وفي الببليك كله. انت قاعده تشوفي خدمه على المراه اللي قاعده تخدم في الـ في الـ في الراديو وفي التيلي، تشوفي كيف انت؟ والله يعني نشوف اللي انا ده هذه المره كنت تخدم في الراديو وفي التيلي. ايوه هذه المره كنت تخدم ده ومره بلا خدمه ما يقى جمعنا كل مره كان قاعد ساكت ما يكون صحيح. مره دي كانت سيشن اي جبت اكل اخذت خادم عشان تقعد تمتت في البيت ده ما هلل عشان تساعد الراجل ذاته. ايوه خليك نرجع لك ضيفه الحلقه، كيف الدور تقدم لنا كوصيه كده للجيل الناشئ ده، هل يهتموا ويعملوا بجد وبحماسه لتوعيه المجتمع ويثبت وجودهم في الحقل الاعلامي؟ والله الوصيه دي انا نوصي اخواني الشباب دخلوا في الحقل الاعلامي. يعني الاعلام ده انت زول اعلامي ده ما تكون منحاز، لازم تكون انت شنو؟ كحمزه وصل بين كل الاطراف، ما تشيل جانب واحد. انت كان محايد محايد ولا كان بقيت محايد تلقى الصخة على كل الناس، لكن كان انت انفردت مثلا برايك الناس ما بيحترموك. ده نقول لاخواني الامل ده لازم الشرف ان انت تتمسكوا فوق زياده من المصلحه عسامي شكرا لك خديجه، ونتمنى ان الاعلاميين والصحفيين كله يسمعوا هذا الكلام ويهتموا بالمسؤوليه ويؤدوا الواجب على اكمل وجه. مشاهدينا نمشي للفقره الصحيه ونتابع اللقاء الذي اجراه لنا الزميل حسين سلمان مع الدكتوره عائشه حول غذاء النساء الهوامل. الحاملة هو شيء مهم زيادة، مهم زيادة عشان يدخل في خزة عن الطفل اللي هي حاملة في بطنها. دونك الخزة هكا على أساس من الفيتامين للبروتين والليبيد كلها كي يجي هكا سوا البروتينات مش الأكل اللي يجيب لها فوق هو الدول اللحم دول والبجدات دول. الفيتامينات الفرويت تلقاها فور اكزامبل التفاح شنو على قدرتها، بس حتى كان قلنا البروتين اللي مشي للوبيا دول وما اشبه ذلك ده كله فوق اكل ده فوق. الاكل يبقى مرتب والاكل يبقى موزون. في وقتها كان هيما اكلت اجل في اثناء الهيم الابين عندهم هرمونات، الهرمونات هنا الجسم يتلى زياده يجي يجي كثير، كان الهرمون هنا الجسم بيجي كثير الابين اي شيء ده ما يدور يشموه يقذفوا وكي، بس المره كمان بلبس تتعبي وما تخزي اجل مشكله يجي لها هي في جسمها واللي بيبيها قال هي بتحملها عشان شنو الاكل اللي تاكله ده تاكل هناكل ناس تنين عشان هي بس قاعده تخزي من الايشان شافته مع ترنل البيت بالبلاسينتا بالبشيمه هي بس تخزي لبيبي في بطنها، وهي كان ما اكلت دي بيبي بعدين يقى ضيف يقى درني هناكل سقا ما هي حافظ قران ما يقى ميتسين ما يقى جورناليست ما يقى شغل عديل اي وقت كله درني عشان هو قاعد داخل كمين داخل كي وجي أن لهدي مرق برا. دونك التغذية أهل الأمين ده هو مهم، وفي شيء آخر مهم ده مرة كان خلبان ده راجل كان يشرب سيجارة كل ما يقعد جنبه كم شر قاعدين يقولوا أننا نمشي نشرب برا نجي داخل في بيوتهم كم شرب برا ده هم بشربوا ده اللي قارد كل كفار كان جاء هجي ده هابا يجي له ده كل الدخان ده ما ينفع مرة واحد عشان يجي لها وهي تنتلي البيبي. مرة كان حاملة المشي للمرايس
الكول الكول ده كل شيء انتردي يجان هقا يقا مهم وألمي تشرب كثير وتاكل أكل في بكانة شيء المهم زيادة ده الكول اللي فريما بروسكري كونتر انديكيك الكول ده ما ينفع مع مرات كان هي قاعدة تشرب الكول صخير بعدين يمرك صخير كبس عشان ما أكل ده ما قاعد يجلي أديك والكول قاعد يمشي داخل بس يسي صخير تلي كل صخير من إعلى الآخرين وكان بكام مرة هملة قاعدة كان في بيرو كان في شنو كله الناس قال لي فكروا ليه صخير اللي قاعدة في بطنها عشان ما يدخنوا لها وهي ما تعرفها بس بكان ده كل اتموسفير ده الدخان ده قاعدة تشيله ده بيجيب أمراض للعيال الأدوية اللي بشكة النية فيه لكن في ده كله بالنسبة ده كله عند الأبين نعتري التنسيان هقوم يجونا في المستشفى أنا ما نقدر ناكل ننتمى الأردوناس الزوج ياسر قال بيبيع وهي ما تشربة ده كله مشكلة كبير عندنا ده كله الأبين كان يقدر يسوي إفور ده هسه يقول يا النصارى ده انتليجان يسودة ماله يا النصارى من بطونها نعم مهاتهم بالأكل بس أماتهم يعدلهم يسوم أديلين قبل يولدهم الأم جيانة من برا من الصخير في بطونها هي جيانة ما قاعد تاكل أديل ولا تاكل أكل الماء عند لا خزة قال الصخير ما عند خزة يمرك بس خلاص تعبان ومن داخل وقت الأورغان جنس حقا يوم الجسم الله قاعد يخصص يخط في بكانة ده كان أكل أديل جسمها صخير يقع أديل ودخن مخه كله يقع أديل كان أكل ما أديل أنقل يقع شوك ما يقع أديل ده المشكلة دونك المرأة ما تقدر تأكل كل تأثر قريبة تفكر لبيبيها قاعدة تأكل تشيل الفيتامين عشان في كنيتا تأكل البروتين وتأكل الجليسيت السكر كله ما كتير بلين عشان تأثب عندها سكر الأخذ التنين ده من البروتينات ومن الفيتامينات ده مهم لا تشيله دكتور نرجع لك بعد ما تابعنا لقاءنا الدكتورة بقى الأوين الحوامل هم بيحتاجوا لي غذاء خاص نوعي نعم. درت أرينا أنوان الأغذية المرأة تحتاج له ده نعم. وهل تتناول المرأة الغذاء في اليوم ده أكثر من 3 مرات ولا نفس الخدا والأشا والفطور ده بس طيب بالنسبة للغذاء المرأة الحامل هو الغذاء بشكل عام ده يعني عندنا الأكل كبار السن ده يعني المرأة هي كبيرة السن إذن عندها امتيازات خاصة بس عشان يبقى حامل ده عندها امتيازات خاصة أيوة. لكن في الأصل نفس الأكل الناس اللي باكله ده يبتاكله لكن عشان عندها امتيازات خاصة امتيازات الخاصة دي مش شنو يعني مثلا هي محتاجة للكالسيوم مثلا أكثر من المرأة الطبيعية غير الحامل مثلا المرأة غير الحامل مثلا 900 ملي جرام مثلا ملي جرام من الكالسيوم المرأة الحامل 1000 جرام من الكالسيوم يعني في إضافة شوية لأن الجنين بيأكل يعني بيتغذى من الأم بتاعه فبالتالي يعني محتاج الأم محتاج عشان تزود في الأكل بتاعها من ناحية الوجبات ده ما بين 3 إلى 4 وجبات كويس يعني بتأكل الوجبات الطبيعية 3 الفطور والغداء والعشاء ثم بعد ذلك يمكن تضيف بين يعني ما تنتظر الـ3 وجبات بس وتقعد مفروض تأكل بين الفطور والغداء تأكل وجبة واحدة ولو خفيفة بين الغداء والعشاء أيضا تأكل وجبة واحدة ولو خفيفة على أساس يزيد لها نسبة الطاقة الطاقة دي لأن هي محتاجة لطاقة أكبر محتاجة لبروتينات أكبر وبالتالي محتاجة للفيتامينات والسيل مينروكولا محتاجة لهم كثير عشان ده كان ما تزيد في النوعية عن الغذاء ده بيكون لها نقصان في جسمها ونقصان بنعكس على الجنين عشان كده هي المطلوب منها أنها تأكل حسب قدرتها 3-4 وجبات 5 وجبات ممكن لكن تنوع في الأكل ما تأكل شغل واحد بس يعني تنوع وتخلي الكمية هي مهمة النوعية هي مهمة من الكمية يعني النوعية مثلا تأكل لها خضروات ولا فواكه بيكون أهم من كل الوجبات دي تأكل فيها لحوم فتغير مثلا بدلا تأكل لحوم تأكل مثلا حاجات فيها مثلا العدس أيوة. ممكن اللوبيا الحاجات دي عندها بروتينات كبيرة جدا عالية دي بتفيدها وممكن تكون يعني تكون سهلة الهضم مقارنة باللحوم فلا فممكن يعني هي تنوع من أكل لأكل آخر ده بيساعدها أكثر أيوة ودكتور غالبا النساء الهوامل عندهم أوهام أيوة.
هل المرأة كان عندها وهم ما بخليها تاكل؟ أيوة. شنو الشيء اللي بأويده عن الأكل ده؟ هو والله ممكن يكون في فيتامينات معينة، ممكن تجارب زي ما قالت الدكتورة، ممكن تشوف الأقرب مختص أخصائي. أيوة أخصائي في الأغذية أو في المستشفى، فيكون أفضل، لأن يعني تستشير. مثلا في بعض من الحاجات المرأة في حالة هي حامل يعني الهرمونات عندها بتكون ما متوازنة زي المرأة وهي في حالتها الطبيعية. الهرمونات بتكون عالية أحيانا، وده بيخلي رقبتها إلى الأكل يعني تكون يعني طالعة نازلة، مرات ممكن تأكل مرات ممكن ما تأكل. فده محتاج فيتامينات معينة أو بعض من المأكولات الأخرى مثل الخفيفة مثل الخضروات والفواكه اللي يمكن تكون يعني في متناولها، فده يكون أفضل عشان يعودها عشان يعوضها، لأن دي عندها ألياف كثيرة وعندها فيتامينات وعندها أملاح معدنية، ودي الأهم الأشياء اللي ممكن تحتاجها المرأة الحامل في فترة الحمل. أيوة دكتور، هل في أنواع معينة للسوائل المشروبات كده وللمرأة الحامل تكون مفيدة لها؟ أي المشروبات الطبيعية دي ممكن مفيدة، مثلا تعمل لها عصير بتاع ليمون في البيت، مشروبات طبيعية شعبية اللي عندنا دي فيها فوائد كبيرة جدا للصحة. لكن تبتعد من المشروبات الغير الطبيعية الغازية. الغازية المشروبات الغازية خطيرة جدا بالنسبة للمرأة الحامل، لأنها بتزيد نسبة السكر في الدم، ممكن تزيد مشاكل في القلب والكلى والكبد والحاجات دي، فدي بيكون خطير للمرأة والحامل وخطير للابن. فلذلك يجب أن تتجنب المشروبات الغازية، الشاي والقهوة أيضا إذا كان بتحب الشاي سواء كان أخضر ولا أحمر ولا القهوة يجب أن تنقص منها بشكل كبير، لأن المادة الموجودة فيها الكافيين في الشاي وفي القهوة دي إذا كانت بقت عالية فتسبب مشاكل في امتصاص المواد الغذائية الأخرى اللي بتأكلها. فيستحسن أنها تبعد من المأكولات اللي هي مثل المشروبات اللي هي غير الطبيعية. أما المشروبات العادية في البيت بيعملوها الطبيعية دي كل ما تشيلها يعني كانتيتي كبيرة يعني تشيلها للسكر ولا لشنو؟ من حيث السكر أو من حيث الليمون. مثلا الليمون ده لو تاخده كثير ممكن تعمله حامض زيادة، ممكن يأثر معها، ممكن أنقرة مثلا تعمله حامض زيادة ممكن يأثر تخفف، لكن تبادل بالمشروبات الغازية. عندنا الحلبة عندنا حاجات مفيدة جدا جدا للصحة موجودة طبيعية، دي بس تعملها من فترة لأخرى تحاول يعني تشرب منها يكون أفضل من المشروبات الغازية والشاي والقهوة، لأن دي عندهم تأثير شديد على الصحة. وفي بعد دكتور نتطاول معك، في بعد من الهوامل بشربوا بتنهول المشروبات الكحولية، هل عنده أضرار ولا كيف؟ نعم بكل تأكيد عنده أضرار، ده خطير بالنسبة للصحة لأنه يؤثر عليها، يؤثر على الجنين، والتأثير على المرأة الحامل هو تأثير على الجنين بشكل مباشر أو غير مباشر. فبالتالي زي ما قلنا مثلا القهوة والشاي لأن فيها عناصر الكافيين، ديك المشروبات الكحولية أيضا فيها مجموعة من العناصر الكيميائية اللي هي ممكن تهبط يعني أو تعمل اضطراب في عملية الهضم بالنسبة للأم الحامل، فبالتالي يستحسن أنها تبعد منها لأنها خطيرة أيضا بسبب أن عدم الأكل التمام ويعني أو أكلك وشربت مشروبات زي دي وعمل لها اضطراب في عملية الهضم، معناها ده هي الأكل ده ما قد تستفيد منه، وإذا كان ما قد تستفيد منه ينعكس عليها وعلى صحة الجنين لأن وزن بتاعها ممكن ينقص، العظام بتاعها يعني يكون في كالسيوم يكون في عناصر أخرى مغنيسيوم حديد إلى آخره، دي ممكن تؤثر على العظام ممكن يكونوا بشكل أخف من الوضع الطبيعي. يمكن يؤثر حتى على الرضاعة، ممكن يؤثر على حاجات كثيرة جدا. سامي شكرا لك. نعم. دكتور خديجة، في بعض كإعلامية أنت بعض من النساء عندهم أوهام زي ما هسه ذكرنا مع الدكتور، الأوهام دي ما تخليهم باكلوا بدل من يمشوا المستشفى وقودوا في البيت، تقولي لهم شنو؟ والله أنا مشيت أنا الحمل عندها فترتين، الفترتين دي مهمات جدا، بداية الحمل وفي نهاية الحمل. في بداية الحمل المرأة كم ما تقدر تاكل كله، لازم يعني تبذل مجهود لتاكل تتناول الحاجه اللي ممكن تقدر تاكلها، وزي ما قال الاخصائي تنوي في المأكولات الكالسيوم الفيتامين عشان هي تغذي نفسها وتغذي الطفل. اوين وهدين في بدايه الحمل بقول لك ما نقدر ناكل فقوس بشكل
الفقوس دي تاكله الشيء تخليها تصب لي بصل شفتها البصل مفيد عند كالسيوم قريبه ما بدور البصل لا خلاص خليت تاكل الفقوس بالملح بالليمون شيا ايوه ما تقول ما لها كل مره واحد شفتي تسيل عصير هنا ليمون خفيف ولا كان عندها شهيه في 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 المأكولات مثلا الفواكه بعد الفواكه المانجا بقدر بمشي الجوافه عندها حامض بقدر بمشي كل خليت احاول شنو تاكل تغذي نفسها وفي نفس الحلقه تغذي شنو طفلها وفي نهايه الهمل نهايه الهمل لك ما تاكل لا هي تبقى ضعيفه وصخيره كل تمور قرار ما نرمت سخير ما تقدر هي ذات تشيلها عشان ده في نهايه الحمل لا كثير كما عندهم اوهام هنا بدايه الحمل خليها تاكل ما تخاف تقول انا كان اكل الصخر ده بقى قرقي أيوة وبشقوني وشقين بسيشي ما بسيشي خلاص شكرا لك هره نجي لك هسه بعد من الأوين ده صحيح وهدين ما بأكله لكن وهدين محتاجين لأكل ولخزة نوئي لكن بعد من الرجال ده هو مصروف القاب بنتي في البيت كل يوم ده ما بيزيده والمرة دي من وين تلقاه عشان تخزي هي تتخزى أديل عشان صخيرة أكله بتخزى تقولي شنو للرجال ده الرجال ده عشان خادم وقاعدين في البيت ما يلقوا قرص من وين إلا يزودون قرص يا أنتم أنا مرة الحامل كل شيء ومصاريف أنا بيت كل شيء أيوة عشان مرة الحامل اللي تبيع قوام المصاريف الشيء شغل قريبة يهبة تبيع تاكله أيوة. والمصاريف أنا الراجل الأنتا ده ما يالك ليل مرة تاكل فوق ده خلي الرجال ده يسموه كلامكم إن شاء الله يسموه كلامي يزودوا الأمين الخلباني كم مرة الشحت حاجة كله يجيبوا لهم يجيبوا لهم دكتور نرجو لك ذات أنت كأخصائي خزة لكن نعم. بعد عادت أنا الهوامل ده هذا ما سمها كده مرت تتناول الطين هل الطين ده ما مضر؟ لا بالعكس يعني ده في نقصان يعني الطين بمعنى في نقصان سواء في الأملاح المعدنية اللي لذلك هي تلجأ للطين وتاكل الطين وحتى يعني الأطفال وكده أيوة في مراحل صغيرة بياكل طين ماشي بياكل تراب والحاجات دي في نقصان في المواد اللي عندها يعني أيوة كده من النقصان ده هو أيوة بأكل. في نقصان النقصان ده هو بشكل غير طبيعي أو بشكل يعني غير مباشر بجرك أنت تأكل في الطين لأن الطين ده يكون عنده مواد عنده حديد عنده يعني مكونات كيميائية كثيرة فبالتالي بيعوض بحاول يعوض جدا أيوة. من فما عنده أي إشكالية أيوة. بالنسبة لل إذا كان هي حبة تأكل طين فمرحبا يعني ما عنده ما في مشكلة أي إشكالية بس خليها دائما في اعتدال يعني دائما في اعتدال خلاص سيدي دكتور وهل الأطرون ما عنده أثر عنده تأثير؟ هو الأطرون أملاح بكل تأكيد يعني فيفضل إنه يكون بسيط أيوة جدا جدا يعني زي الملح الآخر مفروض ما كتير تنقص جدا جدا يعني الأملاح ممكن ترفع لها ضغط الدم ما هو مع فترات أنا الهمل الأخيرة ده المرة خلاص كان أكلت ده الهضم يكون لها سبب عشان ده هي تشرب الأطرون عشان تتروى خلاص ده شويه ما لو بكانتيتي قليل جدا يعني أيوة. ما ده مسموح ايوه لكن ما تشربها بشكل كبير ده يعني الاشكاليه كلها في الكميه يعني الكميه كل ما تكون كبيره كل ما تاثر على لان هي املاح تؤثر على الصحه وبالتالي ممكن ترفع ضغط الدم ممكن ترفع امراض القلب والشرايين والحاجات دي فكنت تشرب شويه ما يعمل لها شيء خلاص سامي شكرا لك دكتور مشاهدينا نمشي الفقره الثانيه وهي فقره المراه والجمال نتابع هذا الروبورتاج حول كيفية استعمال الكريمات أنا كريمات ده كتير ما رايح أنا أوين بسورتو أنا رجال قولا إننا لاين أنا رجال ما كتيرين كتير ولا أنا أوين بس مش وكريم مثلا بيجي من دبي وبيجي من كوتونو وبيجي من نيجيريا وبيجي من مصر والمهم أشياء جاي من خارج دينا كتير الكريمات استعمال صحيح ده في وعدين ده ما بيستعملوا بطريقة سمها شوف يا الكريمات كله فرق كريم العديل كله شيء الماء عديل كله شيء أيوة الناس هسه يمشي يشيلوا كريم الماء عديل كله قاعد الماء عديل سوى في جسم الجسم يهرك يعطي كل جسم ما سوى الفروة كله ما واحد والكريم العديل جسمك يسمي ورتيف كله فيه في ناس بعدين يمسك كريم وبعدين ما يمسك كريم كله كتير فيه بعد تعوين ما عيون كلهم سوا. حسنا مش انت قاعدة تعدلي عرايزة كان في عروس جات تعدليها وهي قالت تدور الكريم هل تخصي دي لا تمسي هي كريم ولا تمسي هي كريم ولا تعدليها بخلطات طبيعية؟
والله هي كان قالت تدور كريم كان صرت تدور كريم انا ما عندي حاجه نمسيها كريم الأديل ما نمسى ما نجيب لك كريم الحوان وكله ما عروس كلهم ايوه بعد من الاوان بعد عرايس وادي ما يدور كريم بعد يدور خلطات بس سك خلطات وتشرقوا ما يدور كريمات كثير قديم دكتور أستاذي الكريمات ده هي متألقة ذاته بالبشرة والبشرة ذاته كان عندها خزاء سمح ده بكون نادر هل الاستعمال على الكريمات ده بدل من يستعمل الكريمات ده فيه أغذية معينة كي المرأة تتناولها عشان تساعد في تنعيم البشرة والله بخصوص الأغذية مثلا في البطيخ مثلا البطيخ مهم جدا مثلا للبشرة نضارة البشرة وسلامتها وشيء جميل جدا لأنه عنده ألياف كثيرة كل الأغذية اللي معظم الأغذية اللي عندها ألياف يدي بيساعد على ترطيب البشرة وخاصة في الخضروات والفواكه هي خليه تركز على الخضروات والفواكه لأن اللحوم والمواد اللي فيها دهون وبروتينات هذه غالبيتها يعني مأكولات ثقيلة وممكن يعني تسبب بثور في الوجه والحاجات دي فيستحسن أنها تأكل خضروات وفواكه لأن بيكون فيها مجموعة من العناصر اللي هي مثل الألياف وترطيب الجلد وده شيء جميل جدا وانا ذكر لك مثال قريب كده جاني اللي هو بتاع البطيخ وفعلا البطيخ يساعد على عمليه ترطيب الجسم لان عنده كميات كبيره من المياه ايوه نعم خديجه كيف فكرتك شنو في المره تمسح الكريم والمره ما تمسح الكريم والله الكريم ده الكريم ده جاء مؤخرا الكريم زمان اما هادنا اللي بنيكم بودوه عروس ما بمسوها كريم نعم في ذاته عرفتي؟ في حاجة اسمها مهلب المهلب ده البنية كان يفركو بشرتها بالمهلب ده يكون نائم وينفتح في بكبروتوه بالياتنا الأروس يوم اللي بمرقوه أروش يعني أروس زي ما بقوله ده مرة سمحة لكن ما بمرقوه يوم الزفاف يمرقوه بعد 7 يوم أها اللي الكريمات الحصة جات والله كل زول في كريمات طبيعية فيه بسوى من مواد طبيعية ما عندها مشكلة لكن اللي بس الشيميك ده ما أدل المواد الكيميائية بس لفروية الفوقانية بفصفوها ده أنا نشيف لعبناتي كانت تسوى كله خلوه شولوا الكريمات الطبيعية ده بس استخدموه آخر كرة البيئة حقنا مش الكلمة حقنا أنا شادة هو هامي وجاف كله شنو كان من النوع من الكريمات المرة تستعمل عشان تبقى نظيفة وسمها ومرنة بدل من بهرقة وبسيلة مشاكل ده والله هو رأي تشيل كريم بارد كريم بارد ده عشان ده حابة يسيه سمها والناس وقالين ده مساجلين كريم يدوروا أجل قولوا أسبوع بس خلاص عندنا قدروا يمر قول وأسبوع ده كريم ده يجي تلفك ما ده ما يمر هسا أيوة. كريم البارد ده يمر بشيش 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 تسيبي خلطات زي دكتور وراء الخلطات الفواكه كل عندنا أي خلطات عندنا بفواكه ماشي ده يترجم الجسم ويلهن الجسم ويسير لدي لكن كل الخلطات كل يجي كريمات كيف يوم ده كويس كل يتلف بس ما سخانة وما يتلف وبعد الرجال جاي يشكو لنا ما يدور كريمات كثير رجال جاي يشكو لنا ما يدور كريمات كريمات ما سمها دكتور كوصية للأبين وللفتيات كي تقدمها كي عشان خليه ينقصوا شيء من استعمال عن الكريمات والله هو بالنسبة لاستعمال الكريمات يعني أصبحت ظاهرة كبيرة جدا ودي إشكالية صراحة فما أعرف من ناحية الأغذية ما أعرف تكون كيف لكن أنا ذكر لهم بس كواسية كده بس نوصيهم بيخففوا من استعمال ده لأنه خطير من ناحية الصحية أيوة. شوفوا من الناس بيشوفوا الشكل المبرة بس بيغير في الجلدة بس هو خطير بيعمل سرطان يمكن يعمل سرطان على الجلد الجلد او سرطان العظام شيء خطير جدا فبالتالي انت شيء يضرك ده وكان هو سمع مؤقتا حاليا تعمل استخدمه كله كان اصبح قدام يضرك ده تخليه اخر اخيرا فاستحسن انه يخلوه الكريمات
اللي عندها مشاكل زي مثلا الاخصائيه ما قالت في واحد بحرق وفي واحد ما بحرق. أيوة. هم كل بعرفوا البارد بيشيلوه. أيوة. والبارد بيخلوه يشيلوا الحاجات اللي ما تحرق ان شاء الله، يعني اللي تحرق بسبب مشاكل. وهو الكريم هو برودي شيميك، برودي شيميك معناته عنده اثر في الجسم. ده شيء واضح، سواء كان دواء ولا كان سواء كان كريم عنده اثر على الجسم. فبالتالي يعني كل ما انت تخفف منه يكون أفضل وأحسن للجسم وللصحة بشكل عام. سامي شكرا لك دكتور. خارج هالإضافة في للكلام للدكتور كوصية للبناتنا وأخواتنا، في بعض من الأمهات كل يوم ما زالوا بيستعملوا والله الكريمات. الوصية دي أنا ما وصية بس، لكن أنا عندي إتاب لأخواني الإعلاميين والصحفيين. المفروض يفتحوا مجال هنا توعية كبيرة في مشكلة الكريمات. كريم ده زي ما قالها هون الأخصائي عنده أضرار، ولامتهم من ينضروا ده مجموعة كبيرة من البنات أو الصبيان. أصلا ما كريم ما تقولوا بنات بهيدوا بمصر، حتى الصبيان قبل بستعملوا. أيوة حتى الصبيان يبقوا بمصر. إذن الصبيان والبنات نوقعهم بكون شنو حاجة دي خطيرة وشيء يتبعدوا منا. ده لازم كل الصحف والإذاعات يتكلموا بالكلام ده. ده رسالتي موجهة للإعلاميين والصحفيين. كإعلامية نطلب للإعلاميين خليه يفتحوا مجال حق التوعية للشباب وأمك بأضرار هنا الكريمات. نوصي والله يمكن يشهدوا لي كثيرين ده ما برا نوصي. لكن عبر الشاشة كده القاعدين في العالم كله يشاهدوكي، القاعدين في العالم كله ممكن نقول لهم خليه يستخدموا يعني كل المواد مثلا حقات التجميل لا الطبيعي. الطبيعي احسن من الشيميك. ايوه الكيماوي ما كويس. مشاهدينا نمشي في الفقره الاخيره وهي فقره ما بين النساء، نتابع استتلاء اراء المواطنين حول زواج المسنين بالفتيات الصغيرات. نتابع اصلا عندها قروص عندها قروص بس ما يقابل قروص ليه ابانا لبنيدا يقابل بقروص بس ما ابانا بنيدا كان شاف قروص ده ما خلاص انت بنيتها وكمان بنيدا ولا في قلبها ما في بيقوبة سيانتو بنية دالي نارم ناسي ولا بنية أنا أمام بنية سخيرة بدهابة بس يمشي أخذها على السيوة ها هوي تنتو قدرة قدرة أنا يكمل هكو قدرة أنا ويزيد ها أمهات سي من أمهات بس وارد ده بنية ماتي دورة كله يسوى بيقوبة تأخذها بي راجل الشايب ده ما عنده فايدة وسيتي ده خلي بنية ألتي دورة بس يانتو أمهات البنات أنينا كل عندنا بناويت وأمان بني الشغل على تدورة ده بس انتو انتو شغل ما تدورة ده ما تجبروها فوقا الشعب ده يمشي ياخدها قدرة وكله شايب يكله عجوز يمشي لأمه صار وليس خير وجنوم ينوم كلهم أي عنو كله يشيله قدرة بس مرة هنا شايب ده اللي يسبره هاو بني سخير من جابوه ده وانت هل وراجل بشيا فبس نما مشى اخذها بني سخير تجي في بيتنا هي ولا عندها قدره ما عندها قدره هي تصب لم ان بس هم ما عندهم حياه لما مره دي قاعده دنگاي بس ما عندها حياه الشايب يقول لك الاسكو ده ماما يجي انا القاعده كل ما ناخذ الشايب قبل يمشي انت كل اسكو قبل انت الراجل ده ولا الشايب ده ما يجي الشايب ده وقت ينتو ده ما هو الناس وادين ده في ماله يدوروا شايب ده كان عنده مال ده يشيلوا بنيه ده يدوسي له كون شايب ده يوم من الايام ملايكه قطفش على كل المال بفضل لهم وايدين في انتري وايدين كمان ده ما نعرفته ولا عندنا فهولا مع اللهم مره وجابوا لي بس ولا بعرف بالينا اتونا ده شايب ده ما خلاص ما بنفع نقول ما انتوا بس قال لي راي انا ده شايب ما يلوموا ما بنيه صغيره الجن بلوموا ما جن اخو الديدي ده بلوموا ما ديدي اخو بس مره الصغير ده إيه ما تفهم راجل الكبير بزيادة والراجل الكبير هو يقدر يفهم المرأة كيف لأنه يعرف الحياة كله ما هو الراجل ده كان هو عمره 50 سنة وأغرب بني 15-16 سنة ما ده البنية تسمع له الراجل كان المرأة ورثة قال جوجي يقول راجل جوجي عشان يسمع له يقول تسمع له ما فيش إلا مثلا المرأة الكبيرة ما تهم بيه بالأخطر أوكي كمان خلاص ده بدل راجل بيشيف كده يدور كمان يغير حياته وكمان يمشي يدور حياة زوجية تاني
مرة كان بيه كبيرة خلاص تقول أنا ما لماني إلي يعني خليها في دموك أنا خلاص ما نقدر نخدم وأنا كي 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 يعني ده بس اللي بيجيب الزواج ده كما كي مرة كان إنتوا قاعدين من دقوق إيش تسوى كي لا دي بيقوتوا كبار كله كان هياكو ماشي كويس زمان ده كلام لكن المرة بس بقايد خلاص كان بيجي يلبو كبار وكي بتالي راجل كي ما تتهم بيها خديجة نبدأ معاكي فكرة كيف ترى فكرة زواج الزول المسن من الفتاة الصخيرة بس ما نقول صخيرة كده من سن المهم من 18 إن شاء الله واحدين ده بيتزوجوا 15 18 20 هو الفارق بيناتهم كبير يكون هو عنده 70 80 ولا 60 وهي لسه ذهبها عشرينات في العشرينات والله كمسلمة من الجانب الشرعي ده ما ممنوع ممكن الرجل ده يتزوج بمرأة كبيرة ممكن المرأة بتتزوج بشاب مرأة كبيرة تتزوج بشاب جايز ما ممنوع لكن من الجانب يعني الاجتماعي الفكرة دي معاك ولا ما معاك الفكرة دي نشيف على الراجل عمره 70 سنة والبيت 15 سنة دي فارق كبير فارق 60 سنة مش 60 سنة أو 55 سنة أو 55 سنة 70 وال 55 سنة ده في فارق كبير حتى ال بيسموه شنو تكون حفيدة ولا تكون حفيدة ولا تكون بيتة ولا تكون شنو ما معروف شيء كي أنا بنشاف لي يمشي الجانب الاحترام ده شيء كي ما قليل ممكن البيت دي في 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 بعض الاشياء ما بتحترم الزول ده ولا هو الزول ده الشيء اللي بيدور البيت الصغيره ما بتعرفها يعني ما ممنوع ما لكن خليه شيء يكون فرق بيناتهم شيء بسيط ما كبير شيء 10 سنوات وكده يكون تمام يكون تمام عشان هي يكون بيناتهم احترام متبادل ما هي تقل ادبها فوق وما هو ذاته بيعاملها معامله انا شنو بيتها نو هي زوجتها هي ما بيتها ده وجهة نظري أيوة. دكتور هل زي ما قالت الفارق السن وعنده مشكلة هو يكون 70 ولا 60 وهي عندها 20 ولا 15 كيف انت تهبها يكون فارق السن بين الزول المسن وزوجته هو يعني انا رأيي نشوف انه الزواج من ناحية طبعا من ناحية الشرعية ما في اي شيء لكن يعني كل ما كان فرق السن كبير ده يعني بيكون في تباعد ما بين الزوجين في تباعد في وجهات النظر في تباعد في 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 الاهتمامات في في المشاكل بتكون بيناتهم مشاكل اكثر منها يكون في موده وحب ووئام فكل ما كان السن قريب يكون اخير يعني معدوم كده نعم كده محب ده كده معدوم لا ما هو مفروض الموده والمحبه هي ما حاجه شامله يعني شامله جدا يعني هو احنا من الخطا نخصصها حب وحده كده معناتها هو الحب والموده شيء كبير والالفه هي كلها واحد في النهايه يعني انك تكون لطيف مع زوجتك انك حاجات دي ضروريه جدا بس لكن فرق السن كبير ما ظريف صراحه يعني من الناحيه الاجتماعيه ذاتها ما كويس من الناحيه الدينيه ما عندها اي اشكاليه لكن من الناحيه الاجتماعيه في تباعد كبير جدا في الاهتمامات مثلا تلقى الرجل هو يخدم في مكان ويعني عنده اهتمامات اخرى وهي الطفله ما زالت اهتماماتها مثلا في الدراسه او 18 سنه بعد ما زالت اهتماماتها مبكره جدا فالفارق ده ممكن هي تشوف ان اخواتها الاخرات مزوجات بشباب زيهم فانها ممكن تتمرد او تعصي او يعني او هو يشوف بكل تاكيد هو المستفيد الرجل اللي هو صاحب ال 60 او 70 سنه هو اللي يعني المستفيد ولكن حتى هي مستفيده ومفترض يكون في نوع من الالفه والموده لكن الزواج اللي زي ده بنشوفه ده عنده مشاكل بس مشاكل أيوه. كبيره لانها في فرق السن عشان كده هم يفضل ان يكون السن قريبه حتى يكون في لان لو المشاكل قاعده كثيره البيت بتفك وده ما كويس لان الزواج الغرض منه الاستقرار الغرض منه انه حاجات كثيره فيفضل ان يكونوا في سن متقاربه فانا ضد الفكره دي صراحه يعني ضد الفكره انه من ناحيه هو 60 وهي 20 40 سنه او
يعني فرق كبير جدا. او هي مثلا 60 وهو 20 ما يجي ما يجي ما يجي. نعم من ناحية دينية ما في اي اشكاليه، لكن في الوضع الحالي صراحة ما يمشي، بيطلقوا يعني بعد اسبوع اسبوعين بيطلقوا او شهرين ثلاثة بيطلقوا. فحاجة صعبة صراحة، صعبة صعبة صعبة. هو رزق ليكي أسي تلقيه هو زي ما يكون 70 75 وهدين وباخ اللي بيت 15 سنة. الاحترام ده بيناتهم ده يكون كيف؟ والله ما بيجي زي خارجة ورطة ودكتور ورطة دكتور ورطة ما بيجي ما يجي ما يجي كامل. هي كل ما تقول له جدي ولا تقول له شنو؟ والله كده كان قالت له بابا كده حقص. خديجة الصباد من الزكاة أغلب الزيجات الزيدين ما عندهم تفاهم، بس كل المشكلة عدم التفاهم بس ما نعرف الرجل هو بخير كثير، خايف يمكن هي تعبة في أي وقت ولا شنو. هل شنو كتوصيل الرجال عشان الفكرة دي يتنازلوا عنها؟ والله أنا مشيفة الرجال ده ما نقول الرجال برام، حتى في بنات شابات صغار لكن يمكن متعلقات ببهاتهم زيادة، بقول لك والله أنا ندور راجل قدره بابا. تقول لك أنا ندور راجل قدر يعني ما 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 شاب صغير. أيوة. في ده كان هي بس اختيار أنا فردا. هي بتقط. الراجل أنا مثلا نقول شنو خليه هو يشيف زوجته كزوجة. ينتهي كل الحق. يعني عاملها كمعاملة شنو زوجة القدرة دي. شفت سي ما خلاص يعاملها معاملة بيتها يدقها بهني بكرها بهني بكرها ما تمشي بهني يعني يخلق لها مشاكل كتير. ده ما سمع قول بني دي باخدوها ده من البيت كان مؤدبة ده هي قمامة الوحدين ده ما يعني شنو تربيتها ما تسمح لها تمشي تسي. شفتها مهما يكون الأمر تربيتها ده ما يخليها تمشي تسي. خليها انتي الثقة ويعاملها معاملة الزوجة. ما يعاملها معاملة بيتها ولا هي سخيرة يقول نأدبها لا ما يأدبها. يعاملها معاملة الزوجة عشان هي ده اختيارها يعني ما بنجبروها فوقها. شفتي؟ وهي البنية ساعتها انتي ما دام انتي اخترت الراجل الكبير ده انتي تدي الاحترام حق الزوج. وتمشي على حسب مبادئ حقها. اي تمشي على حسب مبادئها. ده ما بدورها بتخليه. ده بدورها بتسيه. لكن ما تقول هاي هو عشان شايف ده والله انا نوسفه لا لا لا. ماكي. لازم شنو تدي شنو حقها كزوجة. هرة هسه بعد من زي ما قالت السيدة خديجة بعد من الأبين ده هم بس بنات ده هم بس بدور بقول هو كان زول كبير شيء ده بيحترمها كله. بدل من هي تاخد لا ولا السخير قدرها ولا أكبر منها بسنتين ثلاثة بهينا وما بسمع كلامها ولا ما بقعد في البيت ده هي الدور النادم الكبير منها عشان هدى بعرف قيمة أنا المرأة وبقيدة للبنات ده تقولي لهم شنو؟ والله كان لي أنا بنات ده ولا زول كان كبير منك ده إكرام ده أخير أخير ده ما ندارو أخير ده ما السنة باخده لكن إكرام فيه هسا الجن ده ما هم ما بدور ما بقدر كيف ما بقدر بزوجه كتير صحيح إكرام جي ماقا كتير كلام ده البنات جاي خاطروا الناس الكبار ويدوروا يجوزوا. أيوة دكتور السؤال الأخير لك أنت شنو الحلول نقدموه للمجتمع كده خليه يتفادوا بعد من الزيجات دي بعد مش لسه كان 60 20 ولا 30 ده هو مناسب ما زياده لكن مرات هو خلاص منتهي 65 70 80 بيزوج بنت 15 حفيدته بس شنو الحلول كده نقدموه للمجتمع كده عشان يتراجعوا عن الفكره دي؟ هو الحلول دي تكمن في انه يعني ترخيص المهور بس هسه انا شايف المهور كل ما بقت غاليه ده هم شباب ما عندهم امكانيه يتزوجوا. أيوة. الناس الكبار هم اللي عندهم امكانيه يتزوجوا. فانت عندما تعمل غلاء المهور ده بيسبب مشاكل اخرى حتى يعني الزواج اللي بيكون غالبا بيكون بيت صغيره ما عندها نيه هي تتزوج ابوها او اسرتها بضغطوها بعصروها على اساس تتزوج نادم كبير. عشان هو عنده عشان هو عنده ايوه عشان هو عنده او المهم فده شيء يعني
ما جميل لأن لازم يكون في نقصان للمهور على أساس الشباب بإمكانهم أن يتزوجوا في أعمارهم وما في إشكالية إذا كان يعني هم بيقدروا بيتفاهموا يعني هي في العشرين وهو في الستين إذا كان بيقدروا بيتفاهموا ما عندهم أي إشكالية عاقلة هو عاقل ما عندهم مشاكل ما ضد الفكرة كفكرة يعني كزواج ولكن إذا كان بيكون وفي الأغلب يعني في الأغلب بيكون في مشاكل وما دام في مشاكل فيستحسن أنها تزوجوها لواحد شاب أقرب منها سنا يكون أحسن 30 40 المهم يكون يعني من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه دي قاعدة ثابتة عندنا في الزواج فلا بد من مراعاة هذه القواعد ونقصان المهور شيء جميل تعليم الفتاة أيضا بيلعب دور في مسألة الزوج وإطاعة الزوج ويعني مطالبة بحقوقها والحاجة دي فكلما كانت واعية أكثر كلما كانت قادرة على التفاهم وعلى المخاطبة والحوار ولكن كلما كانت أبعد من هذا كلما يعني تزداد المشاكل وبالتالي يعني أنا دي الوصايا اللي شايفها ممكن تكون أوكي. يعني جميلة في المناسبة شكرا لك دكتور تسلم مشاهدينا بهذا القدر نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أنا أتمنى من المشاهدين أنهم قد فهموا كل هذه المواضيع وإن شاء الله نجد حلول آجلة بإذن الله بهذا القدر نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة ونشكر ضيوفي كل من الإعلامية خديجة دريب آدم شكرا لك والسيد حبيب محمد أبرز شكرا لك شكرا وهرة مهدي انتكم نشكره كثير شكرا لك وإلى أن نلتقي نتمنى لكم متابعة سعيدة مع باقي برامج تلفزيون شات إلى اللقاء